فيديو انتشر على وسائل التواصل الاجتماعي لطفل في البتراء يعتذر من الحمار باللغتين العربية والإنجليزية. نحن بنعتذر ما رح نقدر نعرض الفيديو، وذلك لأسباب نراها من وجهة نظرنا يعني ممكن تأذي شعور هذا الطفل، أو حتى أنه غير مناسبة للأعراف والقوانين الدولية، ولا حتى لمشاعرنا ولا لمشاعر المشاهدين. هذا الفيديو اللي انتشر على وسائل التواصل الاجتماعي رجع مرة تانية ليفتح الباب على موضوع عمل الأطفال والتسرب من المدارس. نحن بنحكي عن عدد كبير من الأطفال عم تكون موجودة بأماكن عمل، هاي الأماكن خطرة على حالهم، خطرة على حياتهم، وأيضا قاعدة عم تلغي طموحهم بأن يكون في إلهم مستقبل أفضل. شو سبب عمل الأطفال، وتحديدا إذا عم نقول عنا أكثر من 75 ألف طفل دون سن السادسة عشر قاعدين عم بيشتغلوا اليوم في المملكة الأردنية الهاشمية؟ لحتى نحكي في تفاصيل هذا الموضوع معنا الأستاذ الدكتور وليد الخطيب، هو باحث في مركز الدراسات الاستراتيجية في الجامعة الأردنية. صباح الخير. صباح الورد، هلا فيك ستي. بداية يعني الفيديو للأسف اللي انتشر على وسائل التواصل الاجتماعي، يعني كل حدا حضره حس في نوع من أنواع الوجع اللي قاعد عم بيكون طالع من هذا الطفل اللي هو بالآخر أخطأ، وكان المفروض أنه يتصوب هذا الخطأ بطريقة تانية. شو رأيك بالموضوع؟ صحيح، هلأ يعني الفيديو انتشر وواضح أنه في إرغام وإجبار على الطفل لحتى يطلع ويعتذر، لشان بس نصحح صورة الأطفال اللي بيشتغلوا في البتراء قدام السائح الأجنبي أو الدول الأخرى أو حتى زائر البتراء. العواقب النفسية والاجتماعية على الطفل هي أكبر بكثير من فقط أنه ضرب حمار، هناك زي ما حكيتي أساليب أخرى لمعالجة الموقف وتهذيب الطفل بطرق غير اللي انتشرت الآن. إحنا عم يعني الطفل هذا ما بنعرف شو رح يصير مستقبله بسبب الفيديو، عرضة للتنمر، الإهانة المستقبلية، التفاصيل هاي كلها. فللأسف كان في ممكن أساليب أخرى لمعالجة هذا الموضوع. هو بزعل صراحة دكتور إنه الناس زعلت من الموقف اللي صار أو من الفيديو اللي انتشر بالسائح، بس ما سألت حالها يمكن السؤال اللي كان ينسأل الناس إنه مين اللي كان لازم يعتذر اللي خلى هدول الأطفال يشتغلوا في الفترة. صحيح. فبدنا نحكي عن هذا الموضوع. إحنا عندنا 75 أكثر من 75 ألف طفل. حوالي 76 ألف طفل عامل في الأردن حسب يعني التقديرات اللي انعملت 2016-2017. الآن خلينا نحكي شوي عن الدراسة وتفاصيلها، لأنه يعني وقت انتشرت الدراسة كان في كثير حكي عن موضوع عمل الأطفال في الأردن والسياسات المتبعة لمكافحتها. الآن تقديرات بتحكي عن 76 ألف طفل عامل في الأردن، منهم حوالي 66 ألف متسميه عمل الأطفال، الأطفال العاملين وعمل الأطفال، هناك في فرق بينهم. في من في أطفال عمرهم 17-18 سنة مرخص لهم العمل أو القانون الأردني بيسمح لهم يشتغلوا، اللي مش مسموح لهم يشتغلوا حوالي 66 ألف واحد اللي هن دون السادسة عشر، دون السابعة عشرة. السابعة عشرة نعم. الأسوأ من هيك اللي إحنا بنسميها ظروف العمل الخطرة، حوالي 44 ألف من هذولا بيشتغلوا في ظروف عمل خطرة. ظروف العمل الخطرة عرفتها طبعا منظمة العمل الدولية، اللي هي أنواع أو قطاعات معينة في العمل أو ساعات عمل تزيد عن 36 ساعة في الأسبوع. فعندنا الأغلبية بيشتغلوا في ظروف عمل خطرة من الأصل 76 ألف اللي حكينا عنهم أول مرة. وبهاي الدراسة أنتوا حكيتوا مع الحالات؟ إحنا ما إحنا مش مخولين نحكي مع الحالات، لأنه في عندنا دائرتين أو يعني دائرتين في الوزارات المختصات تتابع حالات عمل الأطفال، واحدة في وزارة العمل وثانية في وزارة التنمية الاجتماعية. تم تأسيس طبعا الثاني، وزارة التنمية الاجتماعية تأسست بال 2014 بعد قرار مجلس النواب بتأسيسها، والأولى تشكلت بال 2011. فعندنا وزارة وحدات مختصة في مكافحة عمل الأطفال تحت إشي بيسموه الإطار الوطني لمكافحة عمل الأطفال في الأردن. بس يعني أكيد في عندكم دراسة أسباب هذا العمل. طبعا الأسباب تتنوع والظروف تتنوع أيضا، ومعظمها أو أغلبها هي أسباب اقتصادية. يعني يذهب الطفل العامل لأسباب اقتصادية بحتة. السبب الثاني عدم الرغبة في الدراسة. أنت ما بدك تدرس أو مش من هوايتك الدراسة، وين بدك تروح؟ بروح بيشتغل. لكن يعني الأغلب هم ظروف اقتصادية، وإحنا بنعرف المملكة مرت وبتمر للآن في ظروف اقتصادية صعبة. الأسباب إنه سألنا الأهالي ليش بروح أطفالكم يشتغلوا، بحكي لك إحنا مش قادرين نغطي تكاليف دراستهم. تمام، واحد من الأسباب وعدم الرغبة في الدراسة. في منهم بقول لك العجز والمرض، ابني ما بقدر، صغير، التفاصيل هاي كلها. فأغلبها أسباب اقتصادية للأسف. دكتور إحنا بنحكي إذن على أهم سببين، العامل الاقتصادي وعامل إنه طفل ما بده يدرس. نعم. طيب شو حل هاي العاملين؟ يعني انت ما بتقدر تقول لطفل مش قادر مثلا انه بده يعيل اسرته، قول له اقعد في البيت. وبرضه الطفل المتنمر اللي ما بده يكون في المدرسه، برضه كيف بنقدر نساعده؟ الان في عندنا برامج، الان القانون التعليمي الالزامي يسمى قانون تعليم الزامي معه صلاحيات، بيعطي صلاحيات
للجهة المختصة إذا أنا ما وديت ابني على المدرسة يجي ويحاكمني. تخيلي عند القانون هذا ولكن غير نافذ. يعني القانون بيحكي مفعل. قانون التعليم الإلزامي، إذا فهو قانون يلزمك على تعليم ابنك وإرساله إلى المدرسة. وثانيا التعليم الحكومي عندنا في الأردن شبه مجاني. تمام، بس هي المصاريف اليومية للطفل هي اللي ممكن بتكون العائق لحتى يروح على الدراسة. الأصح إذا هو ما بده يدرس لحد سن معين، هو لحد الصف العاشر هو ملزم يدرس إجباري، رغب أو لم يرغب. هو إجباري يروح للمدرسة، رغب في الدراسة أو لم يرغب. بعد الصف العاشر في عنا كثير طرق لحتى يعني نستقطب هذول الأطفال اللي ما بدهم يدرسوا. في عنا التعليم المهني، البرامج التدريبية، كل التفاصيل هاي كلها ممكن ينخرطوا فيها. برامج على مستوى الوطن ممكن تنعمل، يعني أي طفل غير راغب في الدراسة بعد الصف العاشر إما بروح على التعليم المهني أو التدريب المهني كمان. وبروح يعني انت ايش شو بدك تعمل بحياتك بعد الصف العاشر؟ ما بدك تدرس؟ طيب ايش بدك؟ مهنه؟ احنا بنعلمك مهنه، وموجوده برامج عندنا التدريب المهني والتفاصيل هيك. وبالعكس احنا بنحتاجك لانه سوق العمل بدها كل حدا برامج مهنيه. بالضبط. هلا النسبه اللي احنا قاعدين عم نحكي عنها، هل هذه النسبه بازدياد مقارنه بالسنوات الماضيه ولا لا بالعكس نحن الجهود قاعده عم تخلي النسبه تقل؟ هلا النسبه يعني للامانه النسبه ثابته من 2007، هي 1.9 بالعشره تقريبا نسبه الاطفال العاملين في الاردن، لكن العدد بازدياد او بالفتره اللي عملنا فيها الدراسه كان العدد زايد لاكبر من سبب. اولا المجتمع الاردني حجمه كبر، ثانيا تنسيش عن اللاجئين السوريين، احنا من 79,000 هذول في عندنا 11,000 طفل سوري عامل من ضمن 79,000. فاذا قارنا كنسبه وطنيه هي ثابته لم يتغير عليها شيء، ولكن الأعداد بتزيد لأنه المجتمع بكبر والظروف اللجوء أيضا ساهمت في ازدياد هذا الرقم. طب دكتور إذا أنا بدي أحكي عالميا، هل نحن وضعنا خطر عالميا ولا نحن منشبه النسب العالمية؟ هلأ إحنا وضعنا مش خطر، ولكن لدولة نامية كالأردن هو مؤشر خطير. يعني في عندنا دول مثل سوريا بجوز النسب فيها أعلى، العراق بجوز فيها النسب أعلى، الدول اللي بتمر بظروف صعبة سياسية واقتصادية واجتماعية خلينا نسميها نسبها أعلى منا. ولكن إذا بتطلع على دول العالم الأول إحنا أكيد يعني مش زيهم في الأمور هاي، يعني هناك لا يوجد نسب حتى، لا يوجد ذكر لهذه المشاكل. طب يعني المشكلة يعني احنا عم نحكي اذا هي عم نحكي انه مشكله اقتصاديه والطفل لا يريد اصلا الدراسه، اذا في وزاره التربيه والتعليم او خليني اقول المدارس عشان يعني ما نكبر الموضوع هي مسؤوله. لما الطفل يطلع من عندك الساعه 12 والساعه 11 ويتسرب من المدرسه، انت مسؤول على انك تقنع الطلاب بالاخر كمان بالمدرسه وبالجو الصفي. من الجهات المسؤوله واللي بتتحمل المسؤوليه واللي لازم بالتشريعات هل يصير في تشريعات حقيقيه لحتى احنا ما نوصل لمرحله يكونوا طلابنا في الشوارع؟ هلا انا ما بدي الوم اي جهه محدده في هذا المجال، لانه المسؤوليه بتوقع على الاهل وعلى الوزارات المختصه مشتركه هي مسؤوليه. كيف يعني؟ انا لما ابني بيروح من المدرسه الساعه 12 ولا 11 ولا 10 بروح على البيت، انا بعرف انه ما كمل يومه في التعليم، اذا ليش ما انا بجبره برجعه على المدرسه؟ ابنه بقول لي ما بدي ادرس، طيب ما بدي ادرس، اذا انا بدي الاقي له حلول لابني، وين يروح وين يتصرف وين يجي والتفاصيل هاي كلها. التربيه والتعليم عندهم نسب المتسربين وبقدروا يعملوا ريبورتنج للجهات المختصه المسؤوله. مين هي الجهات المختصه المسؤوله الان عندنا؟ الامن بيقدر، بحكينا بالتعليم الالزامي وزاره التربيه والتعليم عندها الصلاحيات القانونيه انها تسائل اي اب ابنه ما بيروح على الدراسه. يعني بتقدر قانونيا تحاكمه وتحاسبه ليش ابنك ما بيروح على المدرسه. تمام، تيجي للتنميه الاجتماعيه اللي هي فيها وحده ايضا وزاره التنميه الاجتماعيه، فيها دائره مختصه اسمها دائره مكافحه عمل الاطفال. انا لما بعمل جولاتي وبتعملها التنميه الاجتماعيه، بعمل جولات للتفتيش والتسول والامور هاي كلها، بمسكوا اطفال عاملين موجودين، وين بروحوا بعد هيك؟ يعني كيف التصرف الاجراء اللي لازم يتخذوه بعد هيك مش مفعل. فهون بتيجي وزاره العمل بتطلع جولات تفتيشيه، بنعرف على المصانع والشوارع والتفاصيل هاي كلها، وموجودين الاطفال على الاشارات الضوئيه، ببيعوا ورد، ببيعوا علك، ببيعوا جرايد، وما حدا بيقول لهم وين رايحين. يمكن احنا اذا بنقول شوي عن عمان او العاصمه عمان بنلاقي ممكن يكون في انتقاد للطلاب او حتى الاطفال اللي عم يشتغلوا على الاشاره الى اخره، بس مثلا في حاله البتراء احنا كلنا بنروح على البتراء ودائما بنشوف هدول الاطفال قاعدين عم بيشتغلوا وهي زي مهنتهم، يعني هم اصلا ما بيروحوا على المدرسه، فهو نوع من انواع الثقافه. ما بتحس انه صح اللي انا عم بحكيه ولا مش صح؟ هلا في يعني ما هو بدنا نرجع لشغلتين، القانون الالزامي للتعليم
وقانون مكافحة عمل الأطفال وظروف الظروف اللي بيعيشوها هدول الأطفال وهم أصلاً بيشتغلوا بالبتراء، هل هي ظروف صحية ولا غير صحية؟ إحنا معظم الأطفال اللي طلعوا معنا أو الدراسة أثبتت إنه معظم الأطفال اللي بيشتغلوا بتعرضوا للدخان والغبار كأكثر عامل خطر، بعدين للحمل المواد الثقيلة والضجيج والتفاصيل هاي كلها والبرودة والحرارة العالية وكله كل هذا بالنهاية بده ينعكس على صحتهم على جسدهم. جسم الطفل غير مؤهل إنه يشتغل قبل سن 15 سنة، يعني عالميا معروف وصحيا وجسديا، حتى لو هي مهنتهم لكن هو بيقدر يمارسها بعد الدوام بعد الساعة 12 يعني بعد هلا الساعة 10. قانونيا إذا بدي أحكي في طفل عمره 14 أو 15 سنة بيروح على المدرسة وبعدين بيشتغل بعد الظهر، هذا حسب القانون الدولي عادي؟ هلا في شيء بسموه اللي هو الحد الأدنى لساعات العمل والحد الأعلى لساعات العمل، فالطفل اللي عمره بين 12 ل 14 سنة مسموح له أو مش مسموح له يشتغل أبدا على الإطلاق، 15 سنة فأعلى من 15 ل 17 سنة مسموح له يشتغل 20 ساعة، من 15 ل 17 سنة، من 17 سنة ل 18 سنة 36 ساعة. 36 ساعة ممكن كمان يمارس، يعني بالعالم المثالي بنفترض انه هو ممكن يمارس شيء عشان يساعده يطور مهاراته يعني صحيح. في المستقبل. يعني أغلبية الأطفال اللي كانوا بيشتغلوا كانوا بيقول لك أنا بذهب على المدرسة وبشتغل. أنا بذهب على المدرسة وبشتغل. بس أكثر المهن اللي بيشتغلوا فيها هي البيع. البيع البيع نعم البيع والزراعة. في عدد كتير كبير بتعرضوا لإشي خطير حقيقي مثلا مصانع ميكانيك المواد الكيماوية، لأنه بالزراعة بالذات هذول بتعرضوا للأسمدة والمواد الكيماوية والضجيج والدخان اللي هم بيشتغلوا بالمصانع. نعم يعطيك ألف عافية دكتور، شكرا جزيلا لوجودك معنا. طبعا احنا عم نحكي عن ما نسبته في الوطن العربي 13.4 مليون طفل عربي فعلا محرومين في حقهم في الطفولة، وعم بيضطروا بدل ما الصبح يكونوا عم بيجهزوا أواعيهم وجهزوا جداولهم للمدرسة قاعدين عم بيروحوا للأسف على أعمال لا تناسبهم ولا تناسب الطفولة. صراحة من ناشد الجميع لأنه تتضافر هذه الجهود من أجل مستقبل أفضل لأطفالنا. وإحنا هلأ بدنا نطلع فاصل بعد ما نشكر الدكتور لوجوده معنا.